السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم درسنا الدرس الخامس من مادة الحاسوب الصف السابع، الملفات والمجلدات ومستكشف ويندوز. أولا، مفهوم الملف والمجلد. كما نعلم أن هذه الملفات وهذه أشكال الملفات، والتي باللون الأصفر هي المجلدات. المجلدات تحتوي على الملفات أو على الأعمال التي أقوم بها، ويمكنني تسمية المجلد بالاسم الخاص بعملي، ويمكنني تغيير اسم الملف حسب المحتوى الموجود. ثانيا، برنامج مستكشف ويندوز أو ويندوز اكسبلورر أو on ويندوز 10 or 8 file explorer. كيف أستطيع فتحه؟ From search I type file explorer or windows explorer. وهذا هو الملف الخاص بمستكشف الويندوز لجهاز الحاسوب. الآن سوف نتعلم أو سوف نتكلم عن شجرة المجلدات، وهي الجزء الأيمن وتظهر فيها المجلدات الموجودة في الحاسوب بما فيها مشغلات الأقراص. ها هي شجرة المجلدات، ما يحتوي حاسوبي من ملفات ومجلدات. ثانياً، نافذة المحتويات، وهي الجزء الأيسر وتظهر فيها محتويات المجلد المفتوح حالياً، ويمكن استخدام أشرطة التنبيه الأفقي والعمودي لاستعراض المحتوى في حال وجود عدد كبير من الملفات. إذن هذه هي المجلدات التي تحتوي على جهاز الحاسوب. الآن برنامج مستكشف لتحديد ملف أو مجلد، يمكننا القيام بالخطوات التالية. عند تحديد ملف معين يمكنني الضغط عليه كبسة واحدة على زر الفأرة، ويمكنني تحديد عدد من الملفات بهذه الطريقة، أو يمكنني استخدام كلمة Control أو كبسة Control على لوحة المفاتيح، ومن ثم الضغط على الملفات المراد تحديدها. هكذا هي الطريقة لتحديد أكثر من الآن لإنشاء ملف جديد، يمكنني الضغط على زر الفأرة الأيمن اختيار New Folder، أو أستخدم الطريقة الأسهل New Folder من شريط الأدوات في الأعلى. كيف يمكنني إعادة تسمية ملف أو مجلد؟ في نفس الطريقة يمكنني اختيار الملف الذي أريد إعادة تسميته، ومن ثم الضغط على Rename أو زر الفأرة الأيمن و كلمة رينيم. هذه هي الطريقة التي أستطيع فيها تغيير اسم المجلد أو الملف. رقم ثلاثة، حذف ملف أو مجلد. كيف يمكنني حذف الملف أو المجلد؟ الضغط عليه واختيار زر الفأرة الأيمن Delete أو Delete من شريط الأدوات. هذه هي الطريقة الأسهل لحذف ملف. رابعاً، نسخ الملفات والمجلدات. كلنا نعلم كيفية النسخ، إما عن طريق كليك رايت كليك كوبي أو عن طريق كوبي من شريط الأدوات. الآن كيف يمكننا ترتيب الملفات والمجلدات؟ عند الضغط على زر الفأرة الأيمن اختيار sort by أو الترتيب حسب الاسم، الوقت والتاريخ، الحجم و المحتوى، أو يمكنني اختيار القائمة لمعرفة التفاصيل ملفاتي. هذا هو درسنا لليوم. أتمنى من الله الأعزاء حل أسئلة الدرس كواجب. شكراً.